طبعا الاهلي في ازمته حتى الان ما وصلش الحل اللي هي بتاعت كاس العالم للانديه والميعاد اللي هو متزامن مع الميعاد بتاع كاس الامم الافريقيه، لكن بدات تظهر كده يعني نافذه امل، يعني حته كده بتوربه فيها بصيص ضوء بدا يظهر. اتكلم هنا بورينا مع الخطيب، قال له خطيب موجود في النهارده سافر دبي علشان خاطر عنده اختاروه هناك في جائزه الابداع الرياضي كافضل مؤسسه رياضيه، فمسافر ياخد الجائزه يعني. فقال له قبل ما يسافر ان احنا عندنا اجتماعات مكتب تنفيذي في وجود انفانتينو، هتبقى بكره في الكاميرون الساعه 12 الظهر، ميعادها بكره ان شاء الله بتوقيت القاهره، وهيتفتح هذا الموضوع. واحنا انفانتينو لما اتكلمنا معاه ودي ما ابداش اعتراض قوي، يعني ما قالش لا بشكل قاطع، فبكره ممكن نخلص هذا الموضوع. ده اللي بتاكده معانا المواقع لمصالحه جماهير الاهلي. ابو ريدة يقدم هديه للخطيب في ازمه تضارب المواعيد لمونديال الانديه، ودي احنا بكره منتظرين هل بالفعل هتتحل المشكله دي وهيقدر الاهلي يحل ازمته، لان ازمه كبيره جدا. وهقول لكم ليه، بقول لكم ليه ازمه كبيره جدا. احنا ممكن نكون شايفين منتخب مصر مع كيروش عنده مشاكل، ممكن نبقى شايفين ان هو وصله في الاردن يعني في قطر في كاس العرب غير وجاب لعيبه جديده ولعب ما اعرفش ايه وطريقه اللعب وساب قفشه وساب طارق حامد، فاحنا دايما باصين للنص الفاضي بتاع الكوبايه ما بنبصش اصلا للنص المليان. لكن خلينا اقول لكم بره واحد من اكبر المواقع اللي بتعمل احصائيات وارقام في العالم اسمه The Analyst. الموقع ده ملوش علاقة، بيحط أرقام للكمبيوتر والكمبيوتر بيطلع نتائج، فحط نتائج كل المباريات اللي فاتت الأخيرة بتاعت المنتخبات الإفريقية الـ 24 اللي مشاركين في كأس الأمم، حط مثلا الجوال اللي جابوها، الجوال اللي دخلت فيهم، الفرص، القيمة التسويقية لكل اللاعبين في كل منتخب، معدل الالتحامات، معدل الجري، الاستحواذ على الكورة، كل الكلام ده اتحط في هذا الموقع. تعال نشوف الكمبيوتر طلع مين المرشحين للفوز باللقب، عشان أرجع لكم ليه الأهلي عنده أزمة كبيرة. بصوا بقى الموقع ده الكمبيوتر بتاعه طلع مين مرشح أول تاني تالت رابع خامس سادس لغاية الـ 24. تعالوا نبص. مرشح الأول للفوز بكأس الأمم الإفريقية وفق واحد من أكبر مواقع الإحصاءات في العالم The Analyst، نيجيريا. نسبة فوزه باللقب، هم قسموا 100% نسبة فوزه باللقب على الـ 24 فريق، كل واحد ليه نسبته وفق اللي اتغذى بيه الكمبيوتر، وتغذى بأرقام واضحة وسليمة، يعني محدش حط رأي فني خالص في الكمبيوتر. 14.79% نيجيريا المرشح الأول للفوز باللقب، مع أن أنت لو قلت لأي حد من المرشحين هتلاقي يقول لك الجزائر، يقول لك المغرب، يقول لك تونس، ممكن يقول لك مصر، ممكن يقول لك الكاميرون عشان مستضيف البطولة، والسنغال عشان ساديو ماني، هيحط نيجيريا يمكن 7 أو 8. إنما الكمبيوتر بطلع نيجيريا المرشح الأول للفوز باللقب بنسبة 14.79%. بعد كده موروكو اللي هي المغرب 14.77% المرشح الثاني للفوز باللقب وفق هذا الموقع. بعد كده المنتخب المصري في المركز الثالث بنسبة 12.93% للفوز بهذا اللقب، وده مركز متقدم لمنتخب مصر في ظل احنا منتقصين منه، يعني احنا حتى المصريين عندنا تشاؤم قبل البطولة دي، مش مبسوطين كلنا، يعني كلنا في الشارع وفي التلفزيونات وفي المواقع في الميديا ورأي عام واتحاد الكورة حتى نفسه، كلنا مش متفائلين. لكن هذا الموقع بيقول لنا مصر المرشح الثالث، المنتخب المصري بنسبة 12.93%، والنسبة ضئيلة بينه وبين المرشح الأول نيجيريا، انت بتتكلم في أقل من 2%، يعني الفرق بيننا وبينهم تقريبا 1.8. في المركز الرابع المنتخب السنغالي بقيادة طبعا نجمه ساديو ماني بنسبة 12.23%. المرشح الخامس كوت ديفوار، مع ان كوت ديفوار مش من المنتخبات اللي تأهلت لاخر 10 مباريات لاخر 10 منتخبات اللي وصلت لتصفيات النهائي لكاس العالم المرحله الثانيه. تعرفين المرحله الثانيه فمنتخب مصر في التصنيف الثاني، وفي 5 منتخبات في التصنيف الاول وخمس منتخبات في التصنيف الثاني، ما فهمش كوت ديفوار، بس هي المرشح الخامس للفوز باللقب وفق هذا الموقع بنسبه 8.27%، منتخب كوت ديفوار. الغريب ان منتخب الجزائر جاي في المركز السادس بنسبه
8.15%، أقل من منتخب كوت ديفوار بنسبة 12 من 100، مش 12%، 12 من 100، يعني أقل من النص، أقل من الربع في المية، بنسبة 8.15%. وما تيجي تفكر بعض الناس تقولك عشان منتخب الجزائر أصلا مش من المنتخبات اللي هي بتهاجم وتضيع فرص كتير، لكن المنتخب الجزائري بيمتاز ان هو الفرصة تجيله جول، يعني تجيله 3 فرص لجاب جولين، تجيله 4 فرص لجاب 3 جوال. ممكن منتخب مصر يهاجم 6-7-8 فرص عشان يجيب جول محققة، فممكن يكون كأرقام، لكن ما عندكش الهداف اللي بيخلص. هم عندهم في الجزائر الهدافين اللي بتخلص، لكنه متراجع رغم ان هو اكتر منتخب في العالم دلوقتي محقق انتصارات متتالية، مع انه هو حامل لقب كاس امم افريقيا، مع انه هو حامل لقب كاس العرب، ورغم كده كأرقام متراجع للمركز السادس. السابع تونس ب87.8%، الثامن غانا ب37.1%، بعد كده 9 مالي، 10 الكاميرون برقم متواضع جدا 82.8%، بعد كده بوركينا فاسو 11، غينيا 12، الجابون 13، كاب فيردي او روس الاخضر 14، موريتانيا 15، ملاوي 16، جامبيا 17، غينيا بيساو 18، بعد كده المنتخب بتاع غينيا الاستوائية 19، وزيمبابوي 20، سيراليون في المركز 21، السودان 22، و ايه دي يا جماعة، وبعد كده اثيوبيا في المركز الاخير، جزر القمر اللي هي 23، وبعد كده اثيوبيا في المركز 24 ب7%. ادي التصنيف اللي عمله الموقع ذا اناليست اللي بيقول من هم المنتخبات المرشحه للفوز بكاس الامم الافريقيه. طب اطلع من ده بايه؟ ان منتخب مصر مرشح وبقوه للفوز باللقب، ارجع تاني الله، يعني ممكن يوصل سيمي فاينل. كان معانا امبارح الكابتن طلعت يوسف واكد وقال لك انا برشحه للسيمي فاينل. طب يوصل سيمي فاينل، يعني هيوصل سيمي فاينل، يعني هيلعب فاينل او هيلعب ثالث ورابع. اذا الاهلي في مباراه 5، اذا اتحقق هذا السيناريو او السيناريوهات المتوقعه دي، الاهلي في كاس العالم للانديه في مونتينيري اول مباراه 5-2 معوش لعيبه الاهلي في المنتخب. معناه ايه تاني؟ ان مفيش حل غير اللي اتقال، ان بكره في اجتماع مكتب تنفيذي هيحضره انفانتينو للاتحاد الافريقي في الكاميرون الساعه 12 الظهر، ربما يكون في انفراجه في هذه الازمه.